السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح طريقة تركيب الفيرمون والكيرمون الجديد المطور لمصيدة السوس الحمراء الإلكتراب المصيدة الجافة. طبعا الكيرمون صار بالشكل هذا والفيرمون صار عبارة عن باودر، ومدة لقائه بالمصيدة مدة أطول من الفيرمون السابق. وطريقة التركيب طبعا سهلة كثير جدا، والحين الحين إن شاء الله راح نشرح طريقتها الشكل التالي. طبعا المصيدة معروفة، هي مصيدة الالتراب الجافة، ميزتها النجافة طبعا، ما تحتاج لأي ماء أو كهرباء أو أي شيء. الكليات صار الحين الغرفة هي عبارة عن غرفة لإهدار الذبذبات اللي خاصة فيها الفيرمون. طبعا دائما موجودة اللي عندنا معروفة هي في فتحة دخول الضوء من الناحية هذه، لذلك الفيرمون والكيرمون بيركب بالجهة المقابلة لفتحة الضوء عشان انعكاسات الضوء داخل الغرفة بالمراية مثل ما شايفين بالشكل هذا. الفيرمون بيركب بالزاوية المقابلة لفتحة الضوء. طبعا نركب هذا أول شيء، الفيرمون بيجي فوق الكيرمون بالشكل هذا بالجهة المقابلة. طبعا في حال كانت الكيرمون في حال كان لوز، يعني كان بيلعب بالغرفة جوا، بنكون بفتح الغطاء شوي صغيرة يعني عشان بس انه يثبت بالغرفة الداخلية بين المرايا بالشكل هذا، بحيث انه يثبت بشكل كامل بالشكل هذا مثل ما مطحين الفيديو. بعدها بنسكر الغرفة بالشكل هذا ونغلق المصيدة بشكل كامل ونقوم وضعها بالمزرعة ان شاء الله في نتائج طيبة ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. هذه المصيدة رقم 2 صادت بعد كمية.